وصفتنا السلطة كتير سهلة وبسيطة، هي اسمها أنا مسميتها سلطة الأنتي باستو. ليش؟ لأنه هو الأنتي باستو إجمالاً بيكون صحن مقبلات يقدم في المطاعم الإيطالية فيها شوي من هاي المكونات، بس مرات بنضف لها لحوم باردة. أنا يعني ما حطيت اللحوم الباردة، بس تقدروا تحطوا تركي مثلاً، ممكن بطلع زاكي. بس صفيتهم بالطريقة اللي أنتوا شايفينها، حطيت تحت خضار ورقية، حطيت المشروم، البندورة، الزيتون بأشكاله، الأجبان الموجودة عندكم بزبط، فلفل المشوي أساسي، والأرتيشوكي، هدول الشغلتين أساسيين، بندورة مجففة، وعملت صلصة عبارة عن خردل مع زيت زيتون مع خل البلسمك وشوية ليمون وملح وفلفل، وصحة وهنا. نحتاج إذن لجرجير أو سبانخ، نحتاج لكوب من الزيتون الأخضر، كوب من الزيتون الأسود، بدنا 1 كوب جبنة شدر مقطعة مكعبات أو موتزاريلا، 2 كوب فطر، بدنا كوب زيتون حكيناه، فلفل أحمر حلو مشوي، يعني أنا كاتبة فلفل أحمر حلو كاتبة زيت شويته بالفرن ومقشرته. نحتاج كمان لزيت زيتون لشوي الفلفل، وبدنا كمان بندورة مجففة وبندورة كرزية. أما الصلصة بنحتاج لها زيت زيتون، ليمون، خل بلسمك، ملح، فلفل، شوية أعشاب وشوية مسترد أو خردل. هذا الفلفل شويته وشويناه كتير بمطبخ رؤية. أنت أصلاً بتحبي تستعمل كتير، هو بالمطبخ الإيطالي أساسي أساسي. فلفل، فرح نحط فلفل مشوي بعد ما تقشر طبعاً. شوفي يعني نكهة التدخين والشوي فيه تفرق. طبعاً هذا بتدخلي أنت. وعلى فكرة في بلاد المغرب العربي كمان يستعمل الفلفل المشوي كتير. فإذاً هلأ رح نحط الفلفل بهاي الطريقة، بدي أحاول أعمله زي بلاتر، عرفتي كيف؟ كل إشي لحال. بدنا نحط زيتون أسود كلماتا، أو نكسر الألوان شوي. هلأ بدخلها أرتيشوكي، استعملت المعلب صراحة لأنه بدي هدول الوردات ما بدي القاعدة. كتير كتير زاكي إذا بتحطوا لها تركي أو دجاج أو ممكن، بس أنا اليوم اكتفيت بهاي الأشياء. بس والله أشياء غنية زاكي، سلطة تكتكة ممتازة. أوكي هلا الاجبان انا كاتبه شوفوا تشيدر او موتزاريلا، بس هي عاده بتنعمل بالبافلو موتزاريلا الصغيره. اذا لقيتوها كتير منيح، اذا ما لقيتوها بتقدروا تحطوا اي اجبان، وزي ما حكيت لكم اذا حطينا مرتديلا او تركي كمان بيطلع زاكي معاها. انت مش من عشاق الجبنه زي انا وسلمى؟ لا انا كثير بحب طبعا. اوكي شويه بندوره، شوفي ما احلى شكلها، بتفتح النفس صح؟ عن جد زاكية مو شوي. شوية بندورة مجففة، وضل نحط الفطر، وبعدين نعمل الصلصة. الصلصة كتير بسيطة زي ما انتم شفتوا، أنا كاتبة شوفوا هاي البندورة المجففة كتير حبيتها لأنه جاي معها الكيبرز اللي هو الكبار، يعني مكبوس معها بالزيت، فهو بيعطيها نكهة كمان كتير. فإذا لقيتوها منيح، ما لقيتوها بتنقعوا العادية بصير كمان. وهذا الزيت رهيب، تقدروا تاخذوه تعملوا فيه معكرونه، يومي هذا تقدروا تحطوه للسلطات لانه منكه كله بالبندوره المجففه. والكيبر هذا بيطبع طعمي هيك 100% حدقه على هي المشروم اللي عندنا فرش، ولا مقله ولا شيء ولا شيء. بتقدروا تقلوه نقطات، تقدروا تحطوا له شويه اعشاب. هلا انا رح ارش عليه عشان انا ما بحب هذا اللون هيك يكون، رح احط عليه بس نقطه زيت زيتون غير الصلصه لمعه، رح احط عليه شوي من الاعشاب اللي عندي ما يكون اللون كثير على بياض، عرفتي؟ هون الديجون ماسترد، اذا ما عندكم اياه بتقدروا تستخدموا الماسترد العادي اكيد. اوكي رح نحط عليه خل البلسمك، رح نحط عليه شويه عصير ليمون، وهلا رح ننزل شويه ملح، شويه فلفل اسود، وأخيراً وليس آخراً زيت الزيتون، ولكن مع هاي الحركة أيوة عشان يتجانس كله مع بعضه صح. هلأ خلينا نخلط ونرجع منشوف قديش بدنا زيت. في عندكم خيارين، يا بتحطوها فوق السلطة يا بتحطوها بالوسط زي ما رح أعمل أنا، رح أخليها الصراحة أنا بالنص عشان كل واحد يضيف قد ما هو بده، عرفتي؟
بتقدروا تضيفوا لها عسل كمان بيطلع زاكي. هيك سوري هيك صار جيد. وكل واحد بحط بالضبط بضيف قد ما بده. اخر شيء يا صديقتي بما انه عنا ريحان انا مش كاتبتها بالوصفه بس منزين بس فيه. طلعي ما احلى الوراق ولانها ايطاليه قد ريحه الباق بعد انت اللي جايباهم مفرفحين صح فهيك بنحط لنا كمان ورقه ريحان هيك يا جماعه قديمة. صارت سلطتنا الحلوه جاهزه رح نضيف نقطه كمان من اخو من اعشابي هدول لانه بصراحه هيك بيكسروا اللون بيعطي طعمه زاكيه كمان